سؤال ابو عمر، بعض الناس اللي قبل شوي، بعض الناس يشعر بضغط وده انه ينشئ بيت العمر، وده يشري ارض لكن ما معه قروش. كنت سؤالي كان هل تنصح انه يروح يقترض ولا يتدين ويعيش حياته كلها في دين، بس اهم شيء انه يملك ارض ولا يشري بيت ولا يعني يضغط على نفسه؟ هو ما معه بس عنده امل انه يشري والله كثير يعني اشترى بهذه الطريقه، لكن المشكله انه البعض يضغط على نفسه مثل ما ذكرت انت، وياخذ اكبر من المساحه اللي هو يحتاجها كعائله. يعني بضربك مثال، بعض اللي الان يشتكون من يعني ضغط المالي عليه بسبب القرض العقاري، تجده اخذ في الفتره الماضيه اخذ مثلا منزل فيه مثلا دور وثلاث شقق، الدور يكفيه هو ابنائه، لكن ما اخذ ثلاث شقق اضافيه من اجل الاستثمار او درج صاله وشقتين. طبعا الاستثمار هذه ايجابيه ممتازه، لكن اذا كان في سوء في الاداره في عمليه تحصيل الايجارات وتوزيعها على الراتب او توزيعها على الدخل اللي يدخل عليك بشكل شهري، مثلا ينتظر البعض والاغلب يعني ينتظر المبلغ لين يجي زين، وتلقاه مخطط له قبل لا يجي انه ايش يصرف، اما بسفره ولا بروحه ولا ها، فتلقاه يعني ما يستفيد من الدخل الاضافي هذا، فيما انه يكفيه المساحه المحدده. الله عليك. فهنا يعني يحتاج الواحد انه يعني يوزن نفسه، تدبير سواء حسن تدبير بمساحه محدده او غيرها. انا مر على قول الانتظار، تمام، الشباب يقولوا لي ترى في فاصل ونحن والله ما ملينا من الله يسعدك، اقعد معنا شوي، انا عارف ان عندك شغل، تمام. الله يسعدك. مره كنت بشتري شقه، تمام، طلعت اغلى من اللي عندي ب 120,000. حلو. يا الله، قال لي ادفع اللي عندك دفعه ولا، قلت له لا لا لا، بروح اجيب ال 120,000 وارجع لك مره ثانيه. ايه، على اني اقعد فتره اجمع ترجع له وارجع له. حبيب، يوم رحت جمعت ورجعت طلعت اغلى. يا حبيب، قال والله غليت، ايش اعمل؟ فهذا بعض الناس يقول لك لا بنتظر الى ما اجمع، الدنيا تمشي. صحيح. ابو عبد الله، ابو عبد الله كلام للجميع. اكثر اللي يضيع الشباب خاصه اللي معه فلوس ولكن ما يدري هو يعمر ولا يشري، فهمت قصدي؟ خاصة المناطق مثل القصيم والزلفي والمناطق اللي نقول أقل من الرياض كأسعار، إيه، فيحتار بالمبلغ حق البناء أو الشراء، فمين يروح يستشير؟ شخص بنى لكن ما له بالعقار. إيه نعم، هو سبك بالعقار وبنى بس على غير سنع، في أحد مسنعه لكن هو ينقل لك أنه بنى، فيقولك انتبه تبني ضربين، عام جاء عام راح، عام طاح عام مقام، انتبه. فنصيحة منه لشخص لا يفقه لا يفهم بس انه بنى، فتيجي انت تقول اجل ما نباني ابشري، هم اللي رحت تشري لا ما ابوه الاشياء المواصفات اللي